يلعب اليوم يلعب بالأربعة كاملين. والانطلاق أكرم عفيف الخامس هو تاني. مش معقول يا ولدي. هدف ثالث روعة لأفضل لاعب في آسيا، أفضل لاعبي آسيا على الإطلاق أكرم عفيف. مكانه وحفظه وكأنه منطقة هو اللي مسسها، لم يكن متسلل أبدا. علي أسد يعمل أسيست جميل وهو على طريقته الخاصة ومهارته الخاصة، وبكل سلاسة وبكل سهولة، لا متشنج لا متعصب لا